هاد الدراري كيطيحوا، واش هاد الدراري ملوحين في الزنقه؟ واش هذه فلسطين عباد الله؟ هذه راه دوله تاع القانون، وهذه راه مستشفى، راه ماشي مستشفى، هذه راه اجرام، هذا راه كاين اجرام تاخر 8 نفوس اللي ميتين دابا، كلهم ميتين بالاهمال وميتين ما فهمناش هاد العصا بالعصا تاع الاطباء اللي كاينين داخل. حنا السيده جناعي واقفه على رجليها، ما فيها حتى شي حاجه، جايه واقفه، دخلت قالوا لينا غنشدوها غتولد، فاش دخلنا قالوا لينا السيده واحد داز عليها واحد الوقت تاع اللي قال لك غديروا، خرجوا السيده مضروبه من نيفها، مهرسه من نيفها، سنانها طايحين، شويه قالوا لينا راه ماتت ومخبوشه في وجهها. حنا ما عرفناش هاد السيده جايه من الجاليه من برا، كانت ولدت جوج بنيتات قبل، وهذه الولده الثالثه، وحنا دابا ما عارفينش كاع الاصل تاع الموت ديال السيده، باقي ما عارفينوش. السيده توفات اسيدي، وحنا كنطلبوا دابا الخبره والتشريح، نشوفوا السيده باش ماتت، لان تيقول لنا جاها ايموراجي، ايموراجي من الضربه تاع النيف. حنا دابا كنطلبوا التشريح وما نقدروش نزيدوا نصرحوا حتى بشي حاجه اخرى. جناها باش تولد ودخلوها تولد، التربيه خرجوها وماتت مور الولاده، مور الولاده بواحد الدقائق محدوده، ماشي بشي وقت طويل، باقا في حاله البلج. الكسور عندها اسنانها، البنت باقا عندها 30 عام، مهرسين لها اسنانها باقيين صحاح، مهرس لها نيفها، وجهها مخبوش، راسها من قالك طاحت لينا من الكروسه ولا طيحوها ولا العلم لله، حنا ما نقدروش نهضروا بهذا التصريح حتى تجينا الخبره، لانها طايحه تقول لنا طاحت لينا، كيفاش طاحت لهم السيده باقا مخدره، يلاه والده بسيزارين مدة قصيرة باش غطيح من سيزارير، أنا ما فهمتش كيفاش وحدة والدة فاتحة كرشها وغيطلقوها يطيحوها، هذه راه ما هي اللي ما فهمناش أسيدي. بالنسبة للجنين الجنين ما عاطينا عليه حتى شي علم، ما عندنا على الجنين، واش حي ولا ميت؟ ما عطاوناش، ما بغاوش يصرحوا لنا بالجنين واش حي ولا ميت. تواصلتوا مع إدارة المستشفى؟ تواصلتوا معاهم؟ تواصلنا بهم، تقولنا خذوها، تقولوا لنا خذوها، خذوا الجثة وسيروا، هذا الشيء اللي تقولوا لنا المستشفى، المدير المستشفى وكل شيء تيقول خذوا الجثه وسيروا راها ماتت، هذا الشيء اللي تيديروا. وحنا كنطلبوا سيدي دابا الخبره ونطلبوا تشويه الجثه اللي مجول ليها وجهها، هذا الشيء اللي كنطلبوا، خذوا لنا حقنا، هذا الشيء راه الظلم، راه حنا وصلنا للدوله تاع الظلم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.